السلام عليكم متتبعي الكرام، كنتمنى دائما تكونوا في صحة جيدة في أحوال مزيانة. وصفتنا لليوم وصفة كيك بالحامض، كيجي منعش ورائعة. باش تنجح معكم الوصفة دائما خصكم تتبعوا الخطوات وتتبعوا المكونات. اليوم درت لكم العبار بالكاس العنبة، شي حاجة اللي بسيطة وسهلة ولكن جد ممتازة وما غاديش تندموا عليها. بحال دائما نخليكم مع الطريقة والمكونات، فرجة ممتعة. بالنسبه للمكونات اللي عندي، عندي 4 البيضات هنا مع الجو بارد. جبت واحد البانيو درت فيه ماء دافي، ماشي طايب، دافي، ودرت فيه البيضات ودرت فيه هاد الياغورت ديالي حتى هما باش يسخنوا بجوج. مهم يكونوا دافين، ماشي تسلقوهم البنات، غير الماء دافي كتحطيهم كديريهم كتحسي بهم سخونين شي شويه. عندي هنا 4 البيضات، غادي نحتاج 110 غرام ديال ياغورت عادي طبيعي. عندي كاس ديال العنبه ديال السكر، ما مقببش، ناقص واحد شويه تقريبا معلقه كبيره. عندي نص كاس ولا ربع كاس ديال، المهم هذا عصير ديال الحامضه، عصير حامضه. عندي كاس لاروب، كاس لاروب، الكاس لاروب ديال الكاس ديال العنبه، كاس لاروب ديال الزيت. غادي نحتاج شويه ديال الخشخاش، عندي قبيصه ديال الملحه، عندي هنا لوزيز ديال الحامض، هنا اختاريت الحامض الخضر. بالنسبه للدقيق، غادي غربلت هنا 3 ديال الكيسان ديال الدقيق ديال العنبه. عندي جوج خمارات موازن 8 غرام، والدقيق كيبقى على حسب الدقيق ديالكم واش نوعيه مزيانه اولا لا. اول حاجه غادي ناخذ المول ديالي، غادي ندهنه بزبده عاديه، هنا دهناه كامل. غادي نرشوه بالدقيق، هنا دهنته كامل، غادي ندخلو المجمد ونخليه حتى نسالي. غادي نطلعو دابا البيضات مع السكر والقبيصة ديال الملحة، كي كنشوفوا الخليط بدا كيبيض فحال ما هكا، غادي نزيدوا الزيت بالتدريج. زيد 110 ديال الياغورت، كتعاد عندي 160. نتوما ديروا ياغورت عادي ديال 110 وصافي. انا درت معلقه كبيره ديال الخشخاش، صافي. دابا غادي نزول هذا المولي، هذا الباطور، ونخدمو غير بهذا الفويل هذا. انا الطحين مغربله ولكن غادي نزيد نغربلو، كل ما غربلتو كل ما كان مزيان. غادي ندير جوج خمارات، هنا نغربلو نخلطو ديك الطحين مع ديك الخمارات، عاد غنغربلو باش ملي كتغربلي ما كيطيرولكش ديك الخمارات في الهواء. الحين غادي ندخلوه بالتدريج، ما غاديش نديرو 3 الكيسان في مره، نديرو كاس بكاس.
هنا باقي ما درناش عصير الحامض، غادي نديرو هو الاخير. هنا كتشوفوا الخليط عاقد، ولكن ملي غنزيدوا العصير ديال الليمون غادي يخفف معانا الخليط. ها هو الخليط ديالنا ناجح. غنجيبوا المول اللي كنا دخلناه للفريكو. انا الفران هنا بارد، هنا باش نخويو الكيك ضروري نعليو يدينا شي شويه. هنا غادي نصوبو هكا، تحاولوا تصوبوا تحطوا واحد شويه. صافي غادي ندخلو الفران. انا غادي ندير له 200 درجه حيت الفران ديالي بحال ولا بارد شي شويه، اللي الفران ديالها مزيان غادي ديرو على 180 درجه غير من التحت حتى يبغي يطيب، دوز واحد نص ساعه عاد تشعل عليه من الفوق. بالنسبه للكلاصاج عندي هنا كاس كبير ديال السكر الثقيل، سكر كلاصي، معلقه كبيره ديال الحليب، معلقه كبيره ديال الحامض. غادي نخلطوهم في هاد الزلافه. هذا كيوزن كاس، درنا معلقه كبيره ديال الحليب، معلقه كبيره ديال الحامض. نجيب شي فرشيطة، هنا غنزيد واحد القطيرة ديال الحامض، غير قطيرة. صافي هذا هو الكلاصاج ديالنا. ديروا معلقه كبيره ونص ديال الحامض ومعلقه كبيره ديال الحليب. الكيك ديالنا هو هذا، من بعد ما كيطيب غادي نخليه يبرد شويه ونقلبه. دابا غادي نخوي عليه هذيك الكلاصاج. هي مازال دافية شويه، يعني هاد الكلاصاج راه غادي يذوب معاها غادي تطلق. هنا غادي نرش واحد شويه بالبافو. هنا خديت هاد الطرونش ديال الحامض درت لهم شويه ديال السنيده ودخلتهم الفران بحال تعسلو واحد شويه، وبهم غادي نديكوريو هنايا. تبقى لينا رشه خفيفه ديال لوزيست، هذا خضر يكون خضر،